قال وزير شؤون البلديات والزراعة سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك إن اللجنة المنظمة لسوق المزارعين البحرينيين سجلت خلال شهرين من انطلاقته حضورا كبيرا فاق 120 ألف زائر، حيث انطلق السوق في 10 ديسمبر الماضي بحديقة البديع النباتية بتنظيم من وزارة شؤون البلديات والزراعة وبالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. جاء ذلك خلال زيارة الوزير المبارك للسوق، حيث التقى مجموعة من المزارعين والزوار واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم. وقال الوزير المبارك إن هذا الإقبال الجماهيري على مدى 8 أسابيع منذ انطلاق السوق يؤكد أهميته وما يشكله من منصة مهمة للمنتج البحريني والزوار، ويشكل حافزا نحو مزيد من التطوير والنهوض بالسوق. وأثنى سعادة الوزير على الدعم الذي يحظى به سوق المزارعين البحرينيين من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة لن تأل جهدا في وضع المبادرات والبرامج التي من شأنها تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في المملكة، مشيرا إلى أن سوق المزارعين البحرينيين يشكل منصة مهمة لتسويق منتجات المزارعين البحرينيين، كما يشكل مرفقا مهما للزوار من المواطنين والمقيمين وزوار المملكة. من جهتها عبرت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى الخليفة عن بالغ سرورها للإقبال الجماهيري الكبير على سوق المزارعين خلال شهرين من انطلاقته، وقالت إن هذا الإقبال يعكس مدى الحرص من الزوار على دعم المنتج البحريني وجعله الخيار الأول لديهم، مشيرة إلى أن سوق المزارعين البحرينيين وخلال 10 سنوات من مسيرته استطاع أن يرسخ اسمه ضمن الفعاليات الوطنية في مملكة البحرين، كما بات مقصدا للكثير من المواطنين والمقيمين وزوار مملكة البحرين.